المغص أكثر الأعراض المرضية شيوعا وأكثرها إثارة للحيرة والقلق، فهو علامة انذار غامضة بالنسبة للكثيرين بوجود خلل ما في الجسم، وهو إشارة لقائمة هائلة من الأمراض، بعضها بسيط والآخر خطير. وما يظهر هذا العرض حتى تبدأ رحلة التخمين والتوقع وتصاعد مؤشر القلق والإحساس بالألم. للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عبد القادر ويس، اختصاصي جراحة عامة وتنظيرية أو مناظير. أهلا بك دكتور. صباح الخير. تتعدد الأسباب والتشخيص يختلف، نعم. مش واحد، لكن ما هي أسباب المغص أو آلام البطن؟ صباح الخير بكل شيء. الحقيقة المغص هو أحد أشكال الألم البطني. موضوع الألم البطني موضوع كتير كبير، إذا بدنا نحكي فيه بجوز ناخد وقت أكثر من الوقت المسموح للحلقة. طبعا الموضوع كبير وفي له أهمية، لأنه نحن بتتعدد الأسباب تبع الألم البطني، وفي عندي كمان أنا صفات أو خلينا نقول مجموعات عمرية بيختلف فيها الألم البطني حسب العمر وحسب الجنس كمان، وفي عندي كمان أنا من القصة المرضية اللي بناخدها من المريض مؤشرات على أهمية الألم البطني. المغص مثل ما أنا حكيت هو أحد أشكال الألم البطني. يعني هي تقلصات عضلية أم ماذا؟ المغص هو عبارة عن التقلصات اللي بتنجم بالأمعاء الدقيقة والكولونات نتيجة تمددها بالغاز. الأمعاء الدقيقة والكولونات هي حساسة لحاسة التمطط بس، تمام؟ فوقت بتمتلى بالغاز، وقت بصير في عندي امتلاء بالغاز بصير في عندي الألم المغص. في عندي ألم مغص تاني نحن بنقوله بالممارس الألم الكولنجي، اللي هو بصير نتيجة انسداد مثلا أقنية صفراوية بحصيات، أو نتيجة مثلا أنه نقص بالتروية الدموية اللي بتصير على حساب الأوعية اللي بتغذي الأمعاء الدقيقة والكولونات. بس المغص بشكل عام هو عبارة عن أحد أشكال الألم البطني يلي فيه له أشكال عديدة، وفيه له كمان أنه أسباب مختلفة بتختلف حسب العمر وحسب الجنس. دكتور، تكون هذه الأسباب غير معروفة والمريض بيشوف أنه شوية مغص وهيروحه، متى تأخذ بعين الاعتبار وتكون خطرة أو الانتظار يكون خطيرا على المريض؟ الألم الحاد بشكل عام بيلزمه تقييم. الألم المزمن هذا نحن فينا نقول انه نحن المريض بيعرفه، او خلينا نقول انه سبق وعمل له مثل فحص او سال عن هالالم هذا بالماضي. بس الالم الحاد يلي بتجاوز 6 ساعات، اللي بترافق باعراض ثانيه مثلا يلي عند المريض اللي بيكون في عنده قصه سابقه، قصه قلبيه على سبيل المثال، هذا الالم بيتطلب من المريض انه هو يزور الطبيب او حتى يراجع قسم الطوارئ بالمشافي. لماذا؟ على سبيل المثال رح اعطيك مثال شائع جدا بغيب عن بال بعض المرضى، ألم حاد في أعلى البطن مترافق مع تعرق عند مريض بعمر 45 سنة مدخن، ممكن أنه يكون احتشاء عضلي قلبي، هذا ما يكون له علاقة بالبطن نهائيا. الأحشاء داخل جوف البطن معصبة بطريقة أحيانا بتكون مشتركة مع بعض نواحي تانية بالجسم على سبيل المثال. ففي شيء نحن بنقول له احتشاء سفلي، هذا بصير نحن عنا بالعضلة القلبية بنعكس على شكل ألم مغص في أعلى البطن. فلذلك عم أقول أنا أنه دائما المريض وقت بكون في عنده ألم حاد لأول مرة خلينا نقول أنه بصادف المريض مترافق مع أعراض تاني، هذا الألم ما استجاب خلينا نقول على المسكنات البسيطة، وهون أنا بدعو دائما المريض أنه ما يأخذ مسكنات بشكل عشوائي هو بي 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 بشخصه يعني. أنه المفروض أنه يروح هذا ويراجع الطبيب أو يراجع قسم الطوارئ. طب خليني أنا أسألك، هذا أحد طبعا الأسباب يعني. طيب أنا خليني أسألك، بما أنه تطرقت إلى هذا الأمر، البعض يعني يكون لديه أعراض هي أشبه بأعراض أزمة قلبية أو أنه مشكلة في القلب، التعرق، الشعور بأنه الصدر فيه ثقل إلى آخره، يظهر بعد الفحص أن هناك غازات في البطن هي التي ارتفعت وبالتالي سببت هذا الشعور. هل تتشارك العديد من الأمراض بذات الأعراض؟ طبعا في نحن عندنا طيف واسع من الاعراض بتشارك مع طيف واسع من الامراض لسبب واحد بس، مثل ما حكيت انا انه تعصيب الاحشاء داخل جوف البطن
هو تعصيب مشترك. يعني الذاكرة بالدماغ وقت بتجيها مثلا إشارة من عضو مصاب أو عضو مثلا فيه مشكلة داخل جوف البطن، الدماغ ما بالضرورة أنه هو يميز من أي عضو عم يجي، فلذلك بتتشابه خلينا نقول الأعراض بين بطيف من الأمراض المختلفة. نوبة تحصي مراري على سبيل المثال، المرارة انسدت بحصى مرارية معينة، ممكن أن نحن نلاقي الوجع بالكتف الأيمن أو حتى بالظهر. تمام؟ طبعا السؤال، سؤال المريض عن القصة المرضية تبعيته، تسلسل الأعراض، استجواب المريض، نحن هذا بنقول له، هذا بيعطينا نحن مثل خلينا نقول أنه مثل إشارات أو خلينا نقول بمسكنا بداية الخيط أنه نحن كيف بدنا نمشي وكيف بدنا نتوجه. سوابق المريض مهم جدا كمان. قبل ما نروح على أسئلة المشاهدين دكتور، حابة بس أستفسر منك، في أعراض ممكن تكون تسمم غذائي، بيكون أوجاع أيضا في المعدة وأسفل البطن، وأيضا قد يكون مثلا عمل حسا كما ذكرت في الكلى، قولون عصبي، كيف يمكن للمريض أن يفرق أو يشخص أن هناك مشكلة يجب التوجه إلى المشفى؟ المريض ما بالضرورة أنه هو يقدر يميز بيناتهم. ذكرتي حضرتك الكولون العصبي، الكولون العصبي احيانا الالام تبعيته تتجاوز الحد المعقول والمريض بتوجس بفكر انه انا في عندي شيء غير الكولون العصبي، علما انه هو بيعاني بطول حياته. أيوة، من الكولون العصبي بعض الاحيان نوبات الالم بتكون شديده لدرجه انه المريض بتوه عن فكره انه انا في عندي كولون عصبي وانا لا في عندي شيء سبب اخر يعني. طيب نذهب الى اسئله المشاهدين، ما هي ابسط طريقه للتخلص من المغص وما هي الاغذيه التي تسبب المغص للشخص الذي يعاني من القولون؟ طيب هلا نحن السؤال هذا الصراحه لازم ناخده بالعكس، انه شو اللي بيخلي انه المريض يتخلص من الكولون العصبي؟ طيب. نحن هذا السؤال عم بيدور حول الكولون العصبي. الكولون العصبي شيء مرتبط باللايف ستايل تبعنا، مرتبط بنمط الحياة اللي نحن عايشينه. يعني حياة فيها شدة نفسية معينة، نظام نوم واستيقاظ مثلا انه غير منتظم، غذاء اللي هو الجنك فود اللي نحن هلا بناخده مثلا من الأسواق، هذا كلياته بخلي انه وظيفة الكولون معتلة او وظيفة الكولون خلينا نقول انه مضطربة. النصيحة انه نحن نرجع للايف ستايل الطبيعي، نرجع لحياة صحية غذائي، سواء كان او مثلا الاكتيفيتي كمان اللي نحن بنعملها الفيزيكال اكتيفيتي، او نعمل مثلا نشاط اليومي نحن بالشكل البسيط والشكل المتوازن. يعني رياضه؟ رياضه، نحن الرياضه مطلوبه. في تشبيه انا بقوله للمرضى دائما انه نحن المفروض انه يعني نفوت الحمام كل يوم مره، هذا هو الطبيعي. تمام؟ هالامعاء هي ما بتشتغل اذا ما انت شغلتها، يعني خلينا نقول المحرك او الانجن او الموتور تبع الامعاء والكولونات بالرجلين، بيتحرك البني ادم تتحرك رجليه. فلذلك كبار السن بنشوفهم اذا كانوا مثلا طريحي الفراش ما هم قادرين انه يتحركوا. صحيح. مشكلتهم الاساسيه هي الامساك المزمن. صحيح. طيب ننتقل الى السؤال التالي. صباح الخير لكم، أعاني من المغص والغازات منذ سنوات ولم أجد علاج، أفيدوني ما هي الأسباب والعلاجات إذا أمكن؟ شكرا. هذا السؤال ممكن نحن نطرحه على طبيب اختصاصي بالأمراض الهضمية. رغم أنه البيكتشر الكبيرة أو الصورة الكبيرة هي عبارة عن أنه والله هي غازات وبس، بس ممكن أنه تكون مخباية وراها مرض تاني. في عنا نحن تنظير الكولون، تمام، والتنظير الهضمي العلوي، وفي عندنا بعض الفحوصات الدمويه اللي نحن بننفي فيها شيء اسمه الداء الزلاقي او الداء المعي الالتهابي، المفروض انه المريض يخضع لها وقت بكون في عندي انا ازمان بالاعراض. يعني مثلا المريض عم تقول انه انا في عندي شكايه من سنوات، هالشكايه هاي صار بتتطلب رغم انه هي حميده ما متاثر على 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 نمط حياه المريض بشكل شديد، المفروض ان نحن نعمل استقصاء لهالشكايه. شكرا لك دكتور عبد القادر ويس، اختصاصيه جراحه عامه. شكرا جزيلا. شكرا لك.